عشت اسيرني احساسي واقول يمكن يلين قلبك بحس بغم بنهار بانفاسي وده كله قال ده كله قال سمعني السقفة حلوة رجالة صاحبك على قد جيبك عبي ولا فاضي معاك هيدار عيبك تمشي بالترابي صاحبك على قد جيبك الحلبسة الحلبسة انت السلطان ابن الاكابر الحلبسة الحلبسة ودي لالا احلى لالا بحر احلى لالا ابو احمد والباشا احمد السعيد الاول تاني المعلم محمد رمضان الحلبسه يا لالا واللالا لالا للمعلم محمد رمضان ودي تحيه هو الكلام عشان محمد لالا احمد عامر هو الكلام عشان محمد بعلم اللالا والحلبسه كان عند الساخر انا بقول كان عند صاحب ومعشرني كام سنة
صاحبك على انت جيبك متعبي ولا صاحبك ومعك هيدار عيبة هتمشوا بالظلام تلت مغاب وصاحب قلوب الحيرابة يا صاحب فرحنا يا حضرة النبي ده المعلم رمضان الناس تشغلها الهوا ترقص ده المعلم رمضان وسهران الليل عند اولاد زمتين واحمد عامر لو كان عجوز يرقص الكلام ده هو مزاجك لان الباشا حاتم زمتين واخواته عاملين الفرح تقول الدنيا تفرح عاملينه باسم البشوات باسم مركز تدريب الرجالة صح كده باسم اولاد الحاج فتح زين الدين واللي خلف ما ماتش رحمة الله عليه باسم الباشا حاتم زين الدين والعريس مازن زين الدين وفادي زين الدين اولاد زين الدين بيقول لك الكلام ده بمزاجك يلا بينا شكرا يا عم رمضان انا باشا يا باشا واللالا الله اكبر عليك فرح يا اخي يا دي افراح الغربيه الله اكبر عليك يا بشوان يا ليل ليل يا عيني يا ليل نازل وانا ماشي عالشوك برجلي وانت السبب يا بابا يلي خليت بيني نازل وانا ماشي عالشوك برجلي السبب يا بابا يلي خليتني لما رشتني بستان وانا حتى مري امان لما رشتني بستان وانا حتى مري امان عايشة انسان النبي شاطر احمد عامر الله بلدك الغربيه
جايين يدلعوها عليا الطلع الغربية محمد حميو الغربية يا بلد.